بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله فيديو كده خفيف على قلبكم وعلى السريع كده، مش هطول عليكم. هنعمل مع بعض سلطة البابا غنوج. طبعا السلطة دي كلنا بنحبها وفيها فوائد غذائية كتيرة قوي. هنعملها مع بعض بالمقادير الأصلية، وفي بقى اجتهادات كتير ممكن انت تزودي أي حاجة من عندك، بس ما تقدريش انك تنقصي حاجة من المقادير اللي هقولك عليه، لان المقادير ده اللي هتخليها مظبوطه وهتبقى فعلا معاكي بابا غنوج. هتنقصي بقى ما هتبقى بتنجان عادي. تمام، اول حاجه هنمسك البتنجان هنشويه. عايزه تشويه في الفرن ماشي، بس انا بحب اشويه على البوتاجاز بصاجه كده، لو حط الصاجه على البوتاجاز وتشويه عليها او الشياطه او تشويه على النار زي ما انا شويته. ماشي، معايا بتنجانتين كده حلوين شويتهم. وابتدي بقى اقولك المقادير بتاعه البتنجانتين دول. عندنا معلقه كبيره كمون، الكمون ده اساسي، شويه ملح على حسب حدقك كده يعني فيه، وشويه شطه صغيرين لو انت حابه، عصره ليمونه كبيره او ليمونتين، ثوم مهروس، اللهم صل على سيدنا محمد، معلقتين ثلاثه كبار كده زيت زيتون، لو ما فيش زيت زيتون زيت عادي، اللهم صل على سيدنا محمد، حوالي نص كوبايه طحينه. طبعا بقى لو عندك شبت يبقى حلو قوي، انا ما كانش عندي شبت حطيت كزبره بيبقى حلو برده. عندك فلفل الوان تقطعيه صغير، تمام، ما عندكيش اعملي شطه خضراء زي ما انا عملت كده او فلفل اخضر قطعيه حته صغيره. الحاجه اللي ممكن تستغني عنها في المقادير دي هي الفلفل الاخضر، انما الباقي كله اساسي. تمام، قشري بقى البتنجان بتاعك حلو. في ناس بقى تقول لك ايه، بعد ما اطلعه من على النار احوشه من على النار اغسله واقشره؟ لا، ما بحبش كده بصراحه، بحب اقشره كده بس هو سخن كده بايدي، مبحبش احط عليه ميه، بحس ان طعمه بيتغير. يعني انا جربت كده وكده، لقيت لما تقشريه كده لسه طالع من الفرن او لسه شايلاه من على النار تقشريه على طول من غير ما تحطيه تحت ميه او اي حاجه بيبقى حلو معاكي، بيبقى كده يعني ايه ريحته لسه حلوه كده وطعمه حلو. ما بصراحه بالميه دي جربتها ما كانتش حلوه. تمام، اصل في ناس يعني بتقول ايه اغسلي البتنجان في الميه قبل ما تقشريه، لا انا بحب ان انا اقشره كده سخن من غير ما اغسله في الميه. خلاص قشرت البتنجانتين، هغسل ايدي بقى. تبتدي بقى انك تهرسي، اللهم صل على سيدنا محمد، البتنجان حلو قوي. هراسه ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد، عايزه تعمليه في الخلاط ماشي، انا بالشوكه كده وبهرسه وخلاص زي ما انتم شايفين بالشوكه كده، وابتدي اهرس فيه. اي حاجه بقى تلاقيها من القش تشيليها، تهرسيه بقى حلو قوي، اهم حاجه انك تهرسيه كويس قوي. بصي انا كميه الطحينه دي، انت حطي على البتنجانتين دول نص كوبايه طحينه تبقى حلوه قوي معاك. كميه الطحينه دي كانت اقل من نص كوبايه بصراحه، كان اخر شويه عندي بس عملت بيهم وكانوا حلوين. بصوا بقى في مكون انا نسيت اقول لكم عليه وبرده مش اساسي، يعني هو بيخلي البابا غنوج حلو بس ممكن تستغني عنه، اللي هو الايه، الزبادي. انا هجيب دلوقتي الزبادي وهحطه، بس انا نسيت اقول لكم عليه في الاول، انا كنت ناسياه بصراحه في الاول. تمام، انت ممكن تحط بقى علبة الزبادي على البتنجانتين دول، بتخليها حلوة او طعمها حلو. بعد ما تهرس البتنجان تحط بقى الايه، شوية الشطة بتوعك، شوية الملح، اللهم صل على سيدنا محمد، الكمون، ليمون، زيت الزيتون. انا طبعا ما كانش عندي زيت زيتون بصراحة غير نقطة واحدة زودت عليها، اللهم صل على سيدنا محمد، زيت ذرة عادي. ثوم بقى مهروس، ثوم اساسي على فكره، الحاجات اللي بقول لكم عليها دي اساسيه في البابا غنوج. وتحطي بقى الطحينه بتاعتك دي، طحينه خام، انا بحب الطحينه تبقى كتير عليها، بس بصراحه دول كان اخر شويه عندي بس نفعت برضو، كانت حلوه والله، كانت طعمها جميل جدا. يعني اولادي ما كانوش بياكلوا اصلا بتنجان كلوها. اقلب بقى كل المكونات مع بعضها، احط بس الاول شويه شبت كده او شويه كزبره زي ما قلت لك، الشبت بيخليها حلوه قوي ريحتها حلوه، فانا كان عندي شويه شبت صغيرين خالص على كزبره فنقطعتهم على بعض، وفلفل كده صغير. اولادي ما بياكلوش الفلفل كده صحيح، يعني هو طازه كده، فانا حبيت ان انا ادخله في البابا غنوج عشان ياكلوه. جبت بقى الزبادي اللي بقول لكم عليها اهو، كنت ناسياه، حوالي علبة زبادي، ده زبادي كنت عاملاه في البيت، يعني حوالي علبة زبادي كده حطيه عليها وتقلبيهم حلو قوي. خلاص كده خدت كل مكوناتها. تمام، زي ما قلتلك اساس البابا غنوج الطحينة،
البتنجان طبعا والطحينة والثوم والكمون والملح والليمون، اللهم صل على سيدنا محمد، والزيت ده اساس البابا غنوج، والشبت بقى او الكزبرة. حط بقى زبادي. تمام. في ناس بقى بتحط ايه، بتزود حاجات كتير، يعني بتعمل بصل وطماطم او معرفش ايه، حاجات كتير برضو هي بتخليها حلوة برضو، بس يعني بحس ان طعمها بيتغير شوية، ما بتبقاش بصراحة بابا غنوج. تمام. فانا بقى يعني بحبها بالطريقة الاصلية بتاعتها دي. شايفين بقى الطبق وجماله، حاجة فخمة كده، يعني اللي يشوفه ما يقولش ده بتنجان بصراحة. يعني على فكرة وما تاكلوا طعمه يعني مش هتقولي برضو بتنجان، يعني حاجة كده حلوة بتاكليها، طعمها حلوة قوي ومغذية جدا جدا جدا. طبعا فيها زيت زيتون، وفيها اللهم صل على سيدنا محمد الطحينة، وفيها البتنجان، وفيها حاجات كتير مخلية، يعني الزبادي والحاجات دي بصراحة مزودة القيمة الغذائية بتاعتها. فطبق حلو متكامل، حلو قوي. يلا بقى اللي تعجبها الفيديو الخفيف ده النهارده تشترك معايا في القناه، وما تنسيش اللايك طبعا، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي ان شاء الله باذن الله اول باول. يلا دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.